حاول يجيبوا برهان ده هنا وهو حابين تشوفوا الدنيا دي. غير في ناس في القطامية برضو في المغابر، وفي ناس في مدينة نصر في المغابر. اهو يعني كله في مصر، هتلاقي مصر، هتلاقي لبنان، هتلاقي سوريا، كله. ايوه كله في دي اسمه شارع شو؟ ها؟ ده شارع 6 اكتوبر. قرار بمنع إيجار الشقق السكنية للسودانيين الموجودين في مصر. القرار ده قرار أتى في وقت الناس كلها مركزة مع المهاجرين أو اللاجئين في مصر. خلينا لحضراتكم تفاصيل الخبر، وبالمناسبة الخبر ده بتنقله مجلة سودانية، بتنقل تفاصيل مش يعني معروفة لدى الكثيرين، والتفاصيل تحديدا من مدينة الإسكندرية. انتشرت مؤخرا صور كتير على مواقع التواصل لشوارع في مصر. الشوارع دي اصبحت شوارع مهاجرين ومناطق مهاجرين، سواء في وسائل المواصلات او في شوارع رئيسية. طبعا الخبر ده او الشكل ده من تواجد السودانيين وغيرهم افزع المصريين، خوفهم على هويتهم وخوف الناس على مستقبل البلد فيما بعد. ان كنت بحسب اخر احصاء رسمي بتتكلم في 9.5 مليون لاجئ على أرض مصر، فده طبعا يعني الكرم كان زيادة شوية، والبعض كان بيتعاطف مع تواجد كبير للسوريين وغيرهم وغيرهم، يقول لك ده شطار ويقول لك كذا وكذا، لكن هو مش فاهم انه برضو ده فيما بعد هيغير فكرة النسيج الخاص بهوية الناس فيما بعد. اذا الناس دي عددها زاد عن نسب معينة بيؤثر على الوضع الديموغرافي للطبقات السكانية في البلد. فطبعا ده كان أثار مخاوف كبيرة لدى المواطنين في مصر من تواجد عدد كبير من السودانيين. فالدولة المصرية، رئيس الوزراء المصري، أصدر قرار بأنه حد أقصى 30/6/2024 للناس عشان توفق أوضاعها وتستخرج ما يسمى بكارت الإقامة اللي بموجبه هتحصل على الخدمات من هذا الكارت. لكن فوجئت بصحيفة سودانية بتقول أنه يا مصريين، السودانيين اللي عندكم قادمين من السودان نحو مصر مش كلهم جايين من المعابر، هناك سودانيين أتوا عبر التهريب. وبتقول كمان تهريب طبعا من الحدود، يعني مش لازم البوابة بتاع معبر أرقين وأشكيت اللي هو في جنوب. بتقول كمان أنه أنت وصل لك خلال الفترة الأخيرة بتاعة المشكلة الأخيرة ما بين الجيش والدعم السريع 500,000 سوداني دخلوا الأراضي المصرية سواء بشكل شرعي أو غير شرعي. الخبر بيقول ان في عائلات سودانية مقيمة في مبنى سكني في شارع خالد ابن الوليد، وده شارع شهير في اسكندرية، جالهم اخطار باخلاء الشقق السكنية من قبل اتحاد ملاك المبنى مطلع شهر يوليو القادم. حدش يكون موجود في المبنى سوداني. بيقولك انه المبنى علق لافتة وعمل كده ورقة بيقول فيها ممنوع تواجد او ممنوع اقامة السودانيين في المبنى. منع القرار الصادر من ملاك المبنى استئجار الشقق للسودانيين اعتبارا من تاريخ الاخلاء. اخر سوداني هيخلي، محدش تاني سوداني يكون موجود في المبنى. فيما اكدت سيدة سودانية قالت انا عندي استعداد امثل للتحقيقات في هذا الشأن لان انا ما عملتش اي سلوك مخالف. طبعا في ناس سودانيين كتير موجودين في شقق زي دي، لكن ايه الحجة اللي قالها صاحب المبنى او ملاك المبنى علشان يخرجوا السودانيين؟ قال لك الناس دي يعني ما بتحافظش على المبنى. قال لك القرار منع ايجار الشقق السكنية للسودانيين بحجة الحفاظ على المبنى. طبعا هي حجة، لكن انا ما اعرفش هل هناك يعني تعميم على مساكن كتير في مصر بالامر ده، ولا ده قرار انفرادي من ملاك احد الوحدات او احد العماير في مدينة اسكندرية او مجموعة عماير في مدينة اسكندرية. طبعا اشار القرار لعدم تجديد العقودات للسودانيين اللي موجودين في المبنى خلال الفترة اللي فاتت وعدم التجديد في شهر 7. الجزئية اللي انا بكلمك عنها بيقول لك ان مصر جالها 500,000 سوداني، اغلبهم، ودي حط تحتها 1000 خط، اغلبهم وصلوا عن طريق عمليات التهريب عبر الصحراء في مسارات معينة كده بيبقى عارفها المهربين،
للوصول من السودان لمصر. المسارات دي كانت بتستعمل قديما في وقت مثلا لما كانوا بيهربوا الناس او المهربين اللي جايين من اريتريا ورايحين اسرائيل، كانوا بيعدوا من اريتريا يعدوا صحراء السودان في الشرق وبعدين يعدوا صحراء مصر الشرقيه. ففي مسارات معروفه للمهربين في هذا الجزء. القوات المسلحه اكيد بتعمل على اغلاق هذه المسارات، ولكن طبعا حضرتك بتتكلم عن حدود طويله جدا، مسافات تقريبا بتتكلم في 1000 كيلومتر ان خانتني الذاكره. فطبعا بيقول لك اغلبهم وصلوا عن طريق عمليات تهريب عبر الصحراء. طب ليه ما بيجوش عن طريق المنافس؟ بيقول لك ان مصر وضعه مزيد من القيود على التاشيرات للدخول امام السودانيين منذ يونيو 2023، وبيقولوا ان هناك يعني نحو مليوني سوداني غير النص مليون اللي اتى لمصر خلال الفتره الاخيره. فطبعا ارقام كبيره للسودانيين موجوده على ارض مصر. الناس اللي ساكنه في المبنى بيقول لك الاتهامات اللي جات لنا دي اتهامات كاذبه، احنا بنقيم وعايشين ما بنعملش اي مشاكل، ولم يصدر عنا اي سلوك مخالف في المبنى، ولم نسيء لاحد، ونقيم مع اولادنا بعيدا عن الازواج اللي موجودين في بلدان مختلفه. طبعا هي بتقول الكلام ده، هي بتقول انه يعني احد الساكنات قرر طرد السودانيين من المبنى ياتي في سياق استفزازات وتعديات تعرضوا لها خلال الفتره الماضيه من ملاك المبنى دون اي مبرر. سيدة اخرى قالت ان ملاك المبنى شددوا على تنفيذ القرار، اجتمعوا معهم لكن مفيش فايدة، مصممين ملاك المبنى على تشديد القرار او على تنفيذ القرار. بس انا بسأل حضراتكم، هل ده ترى انه يعمم على باقي المباني اللي موجودة في محافظة اسكندرية والمحافظات الاخرى، ولا الموضوع يكون مقتصر على مبنى زي ده ويكون قرار غير معمم؟ طبعا السودانيين بيدافعوا عن نفسهم لان هم شايفين ان هم ما عملوش حاجة، لكن برضو ملاك المبنى بيقولوا لا، الناس دي عملت مشاكل في المبنى، في ضرر وقع على المبنى، في اصوات ضجيج، في حاجات يعني هم بيقولوا السودانيين الملاك بيقولوا ان هم الصقوا بالعائلات السودانية حجج ان هم كانوا بيعملوا سرقة وتحرش، وده سلوك بيقولوا لم يحدث منا تماما، احنا سيدات ومفيش حد مننا عمل حاجة. لكن طبعا مش هم العيلة الوحيدة اللي موجودة في المبنى بهذا الشكل. السودانيين في مصر ملف خطير جدا، مش بس السودانيين، المهاجرين في مصر من جنسيات مختلفة. المنظمة الدولية للهجرة السنة اللي فاتت قالت ان هم 9 مليون من 133 دولة. رئيس الوزراء المصري قال دول بيكلفونا 10 مليار دولار في السنة. احنا كان عندنا استقبال كبير للناس بسبب مشاكلها من هنا ومن هنا ومن هنا، دول مجاورة كلها فيها مشاكل، فبقينا نستقبل هذه الدول، ولكن زيادة الاستقبال هنا كلفنا أعباء مالية كبيرة. الأعباء دي تحملها المواطن مثلا في أسعار إيجارات ارتفعت عليه، في مقاعد في المدارس زادت بسبب الطلاب الزيادة، في طبعا تكلفة غذاء، تكلفة أكل، في مشاريع نفذها البعض السوريين بشطارة ومهارة، خلينا اعترف انهم كانوا اشطر من نظرائهم المصريين، وحب المصريين لتجربة الاكل السوري برضو كان بينجح هذه المشاريع، فالناس دي كان ليها تواجد ناجح في مصر بعضهم، وكان بيكسب ويتربح ماديا جدا. لكن في المقابل الناس بتعتبر ان الدولة لم تحصل على حقها المطلوب من هؤلاء الاشخاص. لو حضرتك هتقعد وتقيم في مصر تدفع ما يعادل تكلفة اللي انت بتسببه من مثلا موارد مائية، ما المية دي من مية نهر النيل انت بتحتاجها، والمية دي بحساب كبير، كل فرد نصيبه قليل جدا. تدفع ما يعادل من الخضروات، من الفاكهة، من تحمل مصر لما تستورده من الخارج، من تكلفة عملك لو انت مثلا عندك مطاعم والمطاعم دي بتعتمد على اشياء مستوردة، او اي منافذ وبتعتمد على اشياء مستوردة، فده بيعتبر تحميل على عبء الجنيه المصري وعلى العملة المحلية. بشكر حضراتكم جدا، ربنا يحفظ مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.